حب العمل الخيري التطوعي جمع هؤلاء. هنا شباب يعملون كخلية نحل لإعداد وجبات رمضانية للأسر الفقيرة في أحياء مدينة عتق. أطلق هؤلاء الشباب على أنفسهم اسم فريق زاد المؤمن الخيري، حيث يتكفلون العام الثاني على التوالي بإعداد وتوزيع الإفطارات الرمضانية المجانية لأكثر من 200 أسرة فقيرة بتمويل من فاعلي الخير. بدأنا للعام الثاني في هذه المبادرة زاد المؤمن في كفالة، يعني معنا وجبات ما يقارب 400 إلى 500 وجبة فطور في اليوم الواحد، تأمين للأسر المعدمة والنازحة داخل عاصمة محافظة شبوة. ولله الحمد بدأنا نجد أنه في تفاعل من الناس ودعم للحملة، ونحن مستمرين بإذن الله من أول رمضان إلى آخر رمضان مع الأسر، ولدينا تأمين هذه السنة لما يقارب 80 إلى 85 أسرة داخل عاصمة المحافظة. ما شاء الله موجودين الشباب داخل الفريق ما يقارب 10 إلى 6 نفر في الترتيبات. نبدأ الوقت من بعد صلاة العشاء إلى قبل المغرب بنص ساعة هكذا. قبل أذان المغرب يتم توزيع وجبات الإفطار على الأسر التي تتوافد إلى هذا المكان كل يوم، عمل تطوعي يشجع على غرس روح التكافل المجتمعي وإحياء مبدأ التراحم، حيث يستشعر الشباب المبادرون روح المسؤولية تجاه مجتمعهم وضرورة الإسهام في التخفيف من الأزمات المتلاحقة عن كثير من الأسر. صراحة يعني العمل التطوعي تجد فيه متعة، وتحس بأنك تعمل شيء لخدمة مجتمعك ووطنك، نظرا لما تمر بها الظروف أو تمر بها البلد من ظروف اقتصادية صعبة. قمنا هذه المبادرات لمعونة الأسر النازحة والمحتاجين والفقراء والأيتام الذين لا يجدون لهم عائل والذين لا يجدون لهم مصدر دخل. حظيت مبادرة هؤلاء الشباب بترحيب وارتياح مجتمعي لما لها من أثر ملموس في التخفيف من معاناة بعض الأسر المعوزة التي تعلق كثيرا من الآمال على مثل هذه المبادرات، خصوصا في شهر رمضان. والله مبادرة كويسة يعني بهذه الظروف يعني اللي نعيشها الآن حاليا، والله يعني يبذلوا جهد يعني كبير بهذا الشيء، لأن في ناس يعني محتاجين وأشد الحاجة لهذا الشيء، وهذا والله يشكروا عليها بهذا الشيء، لأن مبادرة يعني يستاهل عليها يعني الشكر والتقدير. ما أن يحل شهر رمضان إلا وتكثر المبادرات وتتسابق لمد يد العون إلى المحتاجين. فريق زاد المؤمن واحد من تلك المبادرات التي حملت على عاتقها مهمة التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية الصعبة التي ألمت بالمواطنين. عوض صالح لبرنامج ديوان رمضان شبوة.